أكد مجدي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر أن اللجنة الرئيسية لحصر المتضررين من السيول بمدينة رأس غارب توصلت حتى الآن إلى حصر 600 أسرة متضررة من السيول. وأضاف حسن أنه بالنسبة للتعويضات الخاصة بأسر المتوفين والمصابين سيتم تعويض أسرة كل متوفى بمبلغ 50,000 جنيه والمصابين بمبلغ 10,000 جنيه. اشتكى عدد من مالكي أراضي الخارجين بقرية عرب العوامر بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط والتي تبلغ مساحتها أكثر من 2500 فدان، اشتكوا من غرق أراضيهم جراء السيول التي ضربت المحافظة الأسبوع الماضي. وناشد شباب المزارعين وأصحابها الذين يقومون بالزراعة منذ أكثر من 15 عاما محافظ أسيوط بإنقاذهم بإرسال سيارات لسحب المياه التي ما زالت تملأ الحقول والمساعدة في إعادة مراحل الزراعة من جديد. جينا بره السيل لما نتعشى والمدام دخلت بتقول لي تعالى شوف المياه، طلعت بره لقيت المياه عوم في الزرعة كلها، فطلعنا اتصلنا على البيت تعالوا الحقونا خدوا العيال، خدوا العيال وروحوا. خدرت الارض وزرعتها وجبت برسي الحلبه دي جايب لها بلفين دنيا تجاوى. نزلت الميه من الدبل عدت من الماسوره، فحرت الارض والطميه غطت المحصول اللي انا زرعه. كده ماتت الزرعه. عايزه تتحرت من تاني وتتخضر من تاني وتجيب لها تجاوى من تاني. المطلوب عايز تعويض للارض دي اللي تلفت.